السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن موضوع، طبعا بسبب الحر وتربية السمان بصراحة الجو صعب جدا في هذه الأيام. طيب، بالنسبة للناس اللي هم بقى بيربوا سمان علشان خاطر عايزين بيض، خلي بالكوا كويس جدا إن البيض يا جماعة أو السمان اللي هو البياض يعني مش من الضرورة قوي إن يكون معاه ذكر. فاحنا مبدئيا كده هنكون يعني علشان خاطر برضو الفرهضة نبطل او مش ضروري ان احنا نسيب مع السمان ذكر خالص، فنخلي بالنا من الحتة دي كويس جدا. وهنشوف ان شاء الله دلوقتي. انا طبعا السمان بتاعي جبت السمان والذكور، طبعا انا طالع لسه عندي طالعة لسه يعني ما بعضوش اول مرة يبيض المرة دي. فالمهم عملت ايه بقى؟ جبت الذكور كلها ذبحتها. طبعا بس طبعا انا يعني ما كشفتش عليهم. انا كنت بعمل ايه؟ اجيب السبان مثلا اقف اشوف اللي بيذكر اجيبه واحطه في قلب الكرتونه. المهم لبيت اللي انا على قد ما قدرت ان انا لمه من السمان الابيض والملكي، وهنشوف الوقت مع بعض ان شاء الله. ويعني طبعا الجو برضو حر دلوقتي، حتى يعني في تربيه السمان محتاج تنظيف باستمرار. فاحنا عشان حمامة السلامة برضو عشان خاطر ما نتعبش نفسنا وقلبنا معاهم، وعشان تبقى الدنيا حلوة كده على قد البيضة اللي احنا نجيبها وخلاص وشوية الاكل، وكل يومين تلاتة ننضف لهم. فنشوف بقى السمان بتاعنا من غير ذكور هيبقى شكله عامل ازاي. فيلا بينا نشوف الفخ اللي احنا عاملين الحريم بتاعنا او السمان بتاعنا. طبعا ده يا جماعة السمان بتاعنا. كله طبعا واقف مش عارف ايه اللي بيحصل، بس طبعا يعني احسن وافضل، لان طبعا انت عارفين الذكور مش بترحم نفسها. فاحنا بنحاول نهدي الجو عليهم كفاية ان هم يعني يبيضوا، وشكرا على كده تمام. وبس نعدي اهم حاجة، بس نعدي بس الشهر بتاع 7 و8.5 9 كده ان شاء الله نجيب لهم ذكور عم هم تكون اصلا يعني السمان زي ما انتم شايفين لسه يا دوبك يعني لسه مملاش لسه صغير. طبعا هو لسه ما بطش، يعني هو في سن مثلا 30 32 يوم دلوقتي. فالله المستعان علشان خاطر نحافظ على السمان بتاعنا الامهات، عشان خاطر لما نجيب لهم ذكر ان شاء الله يشتغل على طول وناخد نفقس منه. طبعا برضو عشان ننهي الفيديو، لما نجيب ذكر للسمان يا جماعه ما ينفعش ان احنا نجيب ذكر نفس سنهم، لابد ان احنا نجيب ذكر صغير ما يزيدش عمره عن 25 يوم. يعني هنطلع السوق بتاع الدبيح، طبعا بتاع السوق الدبيح ما بيطلعش ازيد من خمس او يعني ازيد من 25 يوم، او بالكثير قوي بيبقى عايد عند الراجل بقى لو هو بعد كده يعني بيبقى 30 يوم ولا حاجه. فاحنا نجيب ذكر منهم ونحطه للإناث، والدنيا إن شاء الله تبقى معانا زي الفل. فكده يا جماعة الخير يبقى وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. أحبكم في الله.